لله والحمد لله والصلاة والسلام على من سكن قلوبنا جميعا وسلم عليه الناس قاصيها ودانيها، سيد الخلق حبيبنا طه العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا في كل مكان أو في الخامسة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية محمدية، سلام عليكم جميعا حتى أبعد نقطة يمكن أن يصلها بثنا مباشرة من خامسة التلفزيون الجزائرية. أحييكم جميعا، صباحكم بربحكم ونهاركم زين، يومكم موفق مكلل بالنجاح والفلاح وكل ما فيه خير وبركة. تحية خالصة لكل الوجوه الطيبة لتابعني في هذا الأثناء باسمي وباسم كل العاملين خلف الكاميرات أمام العارضة التقنية في هذا الصبيحة الطيبة والمباركة. بحييكم جميعا فأهلا وسهلا بالجميع في رحاب الضحى وفضاءكم الخدماتي أكيد بفقراتها المتنوعة. هذا الصبيحة ستكون هكذا خاصة ومخصصة لموسم الاصطياف. الحديث في مجمله سيكون بين ما هو صحي اقتصادي وكذلك قانوني. عديد الفقرات سنفصح عنها بعد قليل من توقيع اساتذتنا ودكاترتنا جزاهم الله كل خير. اما انتم اوفيائنا نعول عليكم وعلى اتصالاتكم الهاتفيه التي تثلج صدورنا جميعا بالتاكيد. احييكم جميعا، اهلا وسهلا بكم جميعا. واولى فقرتنا طهره للأنفس ونقاء للسرائر. أذكار الصباح لكم جميعا. الله 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 الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. أسألك اللهم في هذا الصباح الجديد أن تفتح لنا جميعا ولكم بالمثل أبواب الرزق وأن تفك عنا جميعا كل كروباتنا وكل همومنا بإذنك يا أرحم الراحمين. أمنوا على ذلك مشاهدي الأفاضل وصلوا معي وباركوا في هذا الصباح الجديد على من ستبلغنا بإذن الرحمن شفاعتها غدا يوم الحساب، حبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا في كل مكان وجدد الترحاب بكل من التحق بنا اللحظة، أحييكم جميعا. فنحن دائما وإياكم في تمام العاشرة وبدءا من تمام العاشرة إلى غاية حدود منتصف النهار بفقرتنا الخدماتية التفاعلية المتنوعة. سنخدمكم بمعية زملائي في هذا الصباح وأكيد مرحب بكل اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقامنا الداخلية 021-39-42-42 021-39-43-43. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم مشاهدي الأفاضل. ما رأيكم لو نعرج إلى صفحتنا الخدماتية وإطلالة في أحوال الطقس المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة؟ ويبقى العلم عند المولى عز وجل، لا إله إلا هو. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. كانت إذن مشاهدي الأفاضل لكم جميعا أحوال الطقس وهذا الورقة الخدماتية وإطلالتنا الصباحية على أحوال الطقس المنتظرة بمشيئة الله والله أعلم. أجدد الترحاب بكم جميعا من التحقتم بين اللحظة، فصباح الأنفاس الطيبة والقلوب الجميلة، صباح الصحة والعوافي عليكم جميعا، صباح السعادة والأمل والتفاؤل على كل القلوب الطيبة لتابع في هذا الأثناء، صباح الوردة على الوجوه الوردة لتتابعني في هذا الأثناء. لكم جميعا محبي الخامسة أحيي فيكم جميعا هذا الوفاء والإخلاص الدائم لنا ولبرامج الخامسة. أكيد مشاهدي الأفاضل نعيش هذه الأيام موسم الصيف، أكيد مشاهدينا بفقراتنا سنكون هكذا ملمين بجملة التساؤلات لربما نطرحوها في حياتنا اليومية حول كل ما نحياها في موسم الاصطياف، إضافة إلى عديد الجوانب بين ما هو شريعة وما هو قانون، ما هو اقتصاد وما هو صحة، إلى ما إلى ذلك أقول من جوانب عدة تختص فيها موضوعاتيا برامج خامسة التلفزيون الجزائرية. أحييكم إذن أوفياءنا ومتواصلين مع بعض، وفقرتنا التالية فقرة أسماء الله الحسنى لكم جميعا. موسم الاصطياف، عن الباعة المتجولين وعن خطورة اقتناء المنتوجات سيما ما تعلق منها بسريعة التلف يتحدث الأستاذ بالبويب. مسك الختام عن موضوع أقول الشريعة والقانون سيتحدث بإذن الله بروفيسور سليمان ولد خصال. الحديث بإذن الله سيكون عن عمالة الأطفال وعن تجريم القانون لمثل هذا التصرف. بين الفينة والأخرى تتخلى العديد المواضيع من إنجاز زملائنا الصحفيين جزاهم الله كل خير. أما أنتم مشاهدي الأفاضل أنتظر منكم وأعول عليكم أن تكونوا كثر هكذا وتثلجوا الصدور بجملة الاتصالات التي تثري وتغذي المواضيع المقترحة في هذا الصباح. 021-39-42-42 021-39-43-43. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. والآن فقرتنا التالية فإلى فراشات، ما رأيكم لو أدعوكم أن نسبح وإياها للمولى عز وجل بكرة وأصيلة؟ فراشات تسبح للمولى. السلام. وعليك السلام. أنا أنا أريد، من أنتم؟ قلنا لك إننا ننسج خيوطا حولنا. أعرف الفراشات جيدا، فهن صديقاتي، إنهن يطرن من مكان إلى آخر وأنا ألعب معهن، وهن يتألقن في الشمس الساطعة بأجنحتهن فيصبحن بأبهى صورة، وأحياناً يقفن على أنفي. فكيف لهذه الفراشات التي أعرفها أن تكون صغيرة جداً مثلكن وليس لهن أجنحة؟ شيء لا يصدق. سبحان الله خالق الأكوان،
لابد أنكن ستتحولن إلى فراشات بعد مدة، مثل اللاتي كنت ألهو معهن. أليس كل الفراش يسبح البار في الصحو أو في جو إعصار؟ تسبيحنا لله يجعل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عبارتان خفيفتان على اللسان وثقلها عظيم في الميزان عند البارئ. فلنغتنم فرصة العزة عند البارئ عز وجل ونكثر من التسبيح والاستغفار. نستغفرك اللهم من كل شرور أنفسنا ومن سيئات كل أعمالنا بإذنك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا في كل مكان، وجدد الترحاب بكل ما التحق بنا اللحظة. لا بأس هكذا في البداية نذكر كل مشاهدينا وكل أوفيائنا بفقرتنا هذا الصبيحة. المرشد الطبي ستوقعها لحضراتكم الدكتور بودين، والحديث بإذن الله سيكون عن التسممات الغذائية في موسم الاصطياف. أما فقرتنا التالية فقرة المستهلك ستكون من توقيع الأستاذ خالد بالبويب، الحديث عن الباعة المتجولين وخطورة ابتياع جملة المواد الاستهلاكية سيما ما تعلق منها بسريعة التلف. أما مسك الختام سيكون من توقيع البروفيسور سليمان والتخصال، الحديث سيكون في من فقرة الشريعة والقانون عن عمالة الأطفال بين الشريعة والقانون. أرحب بكل اتصالاتكم الهاتفية 021-39-42-42 021-39-43-43. أولى فقراتنا من توقيع الدكتور بودين فقرة المرشد الطبي والتسممات الغذائية. فاصل ونواصل. وأرحب باسمكم في كل مكان بيا دكتور زهرة بودين، توحشنا بزاف في بلاطو البرنامج. السلام عليكم وصباحك زين إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. سعاد ممن توحشتك. الله يحفظك. والله سعيدة جدا بوجودي في بلاطو ضحى القناة. وضحى اشتقت لك فعلا، بلسم خطفك منها هكذا، لكن لا بأس. ولكن كله في قناة القرآن الكريم. أكيد بركة خدمة القرآن. لمشاهدي قناة القرآن الكريم اللي نحييهم ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك ألف سلامة دكتور بوزين. اليوم بإذن الله الحديث عن التسممات الغذائية، أصبحنا نقرنها يعني بشكل كبير جدا بموسم الاصطياف، كأنه ظاهرة في موسم الاصطياف، يعني خلال السنة تكون بوتيرة لكن تتصاعد بشكل كبير جدا في موسم الاصطياف، ارتفاع محسوس في درجة الحرارة من جهة، من جهة ثانية فيها ما يسمى بالولائم وكل ما هو تجمعات، فتكون بين ما هو تسمم فردي وتسمم جماعي كذلك، وهذه ربما لتقل من المعضلة في حد ذاتها. فأول شيء عن الطبيعة الصحية أقول اللي ربما نتحدث فيها من الناحية الصحية عن مسألة التسمم الغذائي كتشخيص هكذا، كيف يحصل هذا التسمم دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التسمم الغذائي أمر عالمي، مشكل يتعلق يمس الصحة العمومية. تمام. وهو مشكل عالمي. يعني ما نقولوش غير احنا اللي عندنا التسمم الغذائي بطبيعة الحال، ولا نقرن هذا بصورة سلبية كون أنك تقولي مثلا ذلك البلد بلد هو يعد من العالم الثالث ما دام عنده مستوى أو عدد كبير من حالات التسممات الغذائية. هذا خطأ، حيث أن تقيم أمريكا اليوم 76 مليون حالة تسمم في العام. صح. في السنة، على مدار السنة. يعني الأمر ليس بالهين، يتعلق بالنظافة، يتعلق بالبيئة، يتعلق بالإنسان في حد ذاته. الإنسان هو المسؤول الأول والأخير على هذه التسممات الغذائية. بقدر ما يتفطن، هو سبق أنه يعني طور حياته على حساب بيئته، طور حياته. نعطى على سبيل المثال السيارات، عالم البواخر، الطائرات، كلها تنسف في الجو الذي نتنفسه غاز أول أكسيد الكربون. هذه أول تسمم، أول مدخل عن طريق التنفس. تخيلي أننا في اليوم في أوقات الذروة أنه ممكن يوصل إلى 80 جزء
من المليون لنسبة الأكسجين في الهواء تنقص. يعني تخيلي أنه شيء فظيع، أنه الإنسان وهو داخل بيته في أوقات الذروة يتنفس غاز معبأ بأول أكسيد الكربون وهو لا يدري، فهذا التسمم. وهذا الغاز شديد الصلة بالإيموغلوبين، والإيموغلوبين هو اللي يحمل الأكسجين للأنسجة، لكل أنسجة الجسم، وبالتالي تنفس خلايانا مرتبط ارتباط وطيد بهذه المادة، مادة الهيموغلوبين اللي تحمل الأكسجين. فتخيلي أصلا هو نعيش حالة تسمم يوميا وبمقادير متفاوتة على قدر الساعات التي نعيشها في المواصلات وفي الطرقات إلى غير ذلك، وعلى قدر التسمم في البيئة في الجو الذي نتنفس هواءه. فيصاب الكثير منا بخفقان في القلب، قلت وفود الأكسجين إلى الأنسجة، يصاب الإنسان بصداع، قلت وفود الأكسجين، قلت تركيز. وبالتالي نقول نحن اليوم أنه فيه زيادة مشاكل الأكسيدون سيركولاسيون، يعني حوادث المرور مردها إلى عدم احترام قوانين المرور. أي نعم، لكن هناك مرض هو هي التسمم الذي يصاب الإنسان، تسمم على مستوى الدماغ، قلة التركيز راجع إلى هذا الأمر ونحن لا ندري. شفتي كيفاش القضية؟ قلة وفود الأكسجين إلى جهاز أجهزة الجسم، وبالتالي مناعة الإنسان تنخفض، وبالتالي هو معرض أكثر إلى الأمراض وإلى التسممات الأخرى. زيد شوية بكتيريا اللي يتناولها في الوجبة الغذائية مع الحرارة اللي هي العامل الأساسي في تطور وتكاثر البكتيريا في الأغذية. الأغذية الخطيرة اللي يجب يتجنبها الإنسان هي اللحوم، الأجبان، الألبان، كلها لابد أن تحفظ حفظ بشكل جدي في الثلاجة، في المبردات. هنا لابد من أن يسهر الإنسان على هذا الأمر، يعني يلتزم بأساليب الوقاية. الوقاية، الطب الوقائي هو سيد الطب، يبقى دائما هو سيد الطب. فأعراض قلتي كيف نعرف حالات التسمم؟ بعد تناول وجبة فيها ممكن مرق، فيها لحوم أو فيها أجبان أو مصادر ألبان بست ساعات، هنا هذا التسمم يكون ممكن يتفاوت في الخطورة من شخص لآخر. حتى درجة تفاعلنا مع البكتيريا لا نتفاعل بنفس الدرجة. هناك من يصاب بتسمم بدرجة حادة إلى بمستوى حاد، وتظهر عليه الأعراض تعرق، هبوط في مستوى الضغط الشرياني، تقيؤ، أو ممكن يبدأ بغثيان. وهناك من يبدأ مباشرة بتقيؤ، لأن المعدة تعتبر هي بيت الداء، فهي أول من يتفاعل مع هذه البكتيريا، هذه الجراثيم، هذه الكائنات الحية اللي هي كما قلت في درجات الحرارة المرتفعة تكون سريعة الانتشار وسريعة التكاثر خاصة. ثم بعد ذلك هناك بعض الحالات تظهر 12 ساعة بعد أكل الوجبة. لما تكون الوجبة، لما يكون التسمم جماعي يسهل التشخيص، لأنه في حالة التسمم الفردي، لما يكون فيه تسمم فردي هنا اللي ممكن نضيع وقت. في نفس العائلة لا يتجاوب نفس أفراد العائلة بنفس الطريقة، يعني يكون فيهم واحد يكون عنده جهاز مناعة ممكن متدني، عنده مرض سكري. حالات مرض السكري تكون أكثر عرضة لأن المناعة في هذه الحالة تكون متدنية، فهنا ممكن أن يغيب علينا أو قد نبحر لكي نصل إلى التشخيص الحقيقي، فنتعطل في الأخذ بالإجراءات اللازمة. هي مجرد أن الإنسان يشعر بغثيان، يشعر بصداع، في هبوط في الضغط الشرياني، ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة، لابد من الإسراع إلى عامل أساسي مهم جدا هو التمييه، لأننا نتوقع أنه ستكون هناك تقيؤ وإسهال.
لما يكون فيه تقيؤ وإسهال، هنا هذه مرحلة حرجة جدا في حالات التسمم. أنا أتكلم اليوم بلغة يفهمها الجميع، لا أقصد أن أتوجه إلى الشريحة المتعلمة والشريحة اللي عندها، لا أتكلم كلام تقني، إنما يعني بالمفهوم العام أنه ربات البيوت لما تلاحظ على أبنائها مثلا تناولوا وجبة في الخارج، اليوم صارت موضة ناس وجبة العشاء تروح تقضيها في المطاعم، وهذه بيتزا، هذه مشويات، هذه مقليات إلى غير ذلك. فهنا في وقت الحر خصوصا الصلصة، صلصة الطماطم هي سريعة التحول، أولا الحموضة، الوسط الحامضي والحرارة، عاملان هامان في تطور وتكاثر الجراثيم. نعم. وبذلك يكون التسمم بأسرع ما يمكن عند الحرارة، وعند قلت وجود هذا العامل، عامل الحموضة. زيد إلى ذلك ممكن نظافة العاملين على تحضير الوجبات تكون ناقصة، لذلك الحمد لله احنا في بلادنا سلطات صارمة في هذا الشأن. في كل سنة وفي كل هناك دورات لطبعا كل العاملين في تحضير الأطعمة، بأن تجرى لهم فحوصات على مستوى البراز، فحوصات على مستوى كرمكم الله على مستوى كذلك البول، فحوصات عامة، لأنه من يحمل مثلا مجرد أنه يكون عنده أمباناغي مثلا وهو يحضر في الطعام، تحضير الطعام لابد أن يكون فيه أساليب وقائية صارمة، لابد أن يلبس القفازات، يكون يعني لابس للقفازات قفازات خاصة بتحضير الأطعمة، هذا أمر ضروري جدا. أو على الأقل يكون غسل يدين، يكون يدين صافيتين من كل التعفنات، أمراض التعفنات التعفنية. فمجرد أن إذا كان فيه بداية البانغ هذا اللي هو عبارة عن مرض تعفني يصيب طرف الأظافر، للأسف هذا ممكن أن يحدث تعفن، يحدث تسمم غذائي لعدد كبير، لأنه خاصة البكتيريا التي تكون موجودة يعني كثيرة التكاثر وسريعة الانتشار في مثلا تحضير الأطعمة، وبالتالي قد يكون التسمم خطير جدا، وأعراضه تكون سريعة الظهور، أعراض غثيان، تقيؤ، إسهال إلى غير ذلك. من أخطر التسممات التي يكون فيها سيلان دم يعني نزيف على مستوى الأمعاء، بمعنى أن الجرثومة تحفر في جدران الأمعاء وتحدث ذلك النزيف، ويكون فيه أكرمكم الله البراز فيه دم. إذن هذه من العلامات التي تستدعي وضع طبعا أمام أي تسمم لابد من أخذ المريض إلى المستشفى، لابد من لأنه فيه إحصائيات لابد أن تقام، وهذه من أجل طبعا فيه الطب الوبائي أو الطب الإبيديميولوجي يقوم بإحصاء هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. طبعا التمييه عنصر هام في الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمرضى، ضف إلى ذلك متى ندخل المضاد الحيوي. أحيانا لما يكون تسمم فيروسي لا نحتاج إلى مضاد حيوي، لكن نحتاج إلى تمييه، مهم جدا تمييه مع وجود أملاح. طبعا إن لم توجد أملاح هناك كيفية بسيطة جدا، ملعقة كبيرة من سكر وملعقة قهوة من الملح تضع في لتر من الماء ويشرب المريض، وهكذا نرفع أو نسترد ما يفقده في الإسهال من أملاح معدنية. في حالة التسمم نتجنب بعض مثلا الفواكه التي تزيد من الإسهال، لأن الألياف هي من الألياف الفواكه هي من الوسائل اللي ممكن تسهل أو تطلق البطن، وأمام الإسهال نحتاج إلى أشياء أو أغذية ممسكة. إضافة بعض الأطباق اللي ممكن من ناحية التغذية اللي تحتوي على مضادات حيوية طبيعية كالبصل مثلا،
كالثوم مثلا الملفوف، الملفوف من الخضار الذي يحتوي على مطهرات رائعة جدا، يحتوي على الكبريت، الكبريت مطهر كبير رائع جدا. فبالتالي لا نعتمد على تلك الوجبات اللي فيها لحوم أو بيتزات إلى غير ذلك، نحاول أن ندخل في نظامنا الغذائي هذه الخضروات اللي من شأنها تقلل من أعراض التسمم، أو ممكن أحيانا لا يظهر حتى التسمم. نعم. لما تكون البكتيريا بكتيريا نوعا ما غير يعني ما يكونش عدد البكتيريا كبير، ولما يكون التسمم الغذائي في حد ذاته يعني جديد العهد في الطعام في أصلا، بالتالي أخذ وجبة فيها بصل، سلطة فيها بصل، فيها ثوم يعني في في السيزون مون تاع البصل، في عفوا تاع السلطه، ملفوف بشتى انواعه الاحمر او الاخضر، فهذه من المطهرات. كذلك تناول مشروب القرفه شيء رائع جدا. سبحان الله، القرفه حتى في مجال او في نعم. بالنسبه لمرضى السكري بعض يستخدموها من اجل تخفيض صحيح السكر. صحيح. بعض الأدوية المضادة للتسممات اللي نوصفوها للمرضى للأسف يتناول المريض اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث باش يلقى نتائج. لست أدري إن كان هذا النوع من الأدوية لما هو يكون مستورد وموجه إلى الجزائر أو إلى بلد عربي، أو يكون ناقص في الفعالية، أو لست أدري إن كان هي مدة فاعلية الدواء مهمة جدا كذلك. ثم أنه لا نستطيع أن نعطي كما قلت في البداية لكل المرضى مضادات حيوية، فالإسهال أو التسمم الراجع إلى فيروسات ليس له مضادات حيوية، لكن لما نعطي القرفة، القرفة لها مفعول مضاد للفيروسات، مضاد للفيروسات في نعم، فيها مضادات أكسدة رائعة جدا. سامحني فقط دكتور، نذكر كل مشاهدينا الأفاضل بأرقامنا الداخلية 011-39-42-42 011-39-43-43. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. طيب دكتور، بالنسبة لصنف الأطفال الصغار، هل تعملوا معه بهذا المنهج؟ يعني قضية تناول على أو تناول مثل هذه الأنواع الوقائية إن صح التعبير؟ نعم، الأطفال لابد أن نعلمهم على تناول السلطة مثلا. ممكن أن تعطي للطفل سلطة من الخضر الطازجة، ملفوف مفروم بشكل دقيق جدا، وتكون صلصة السلطة فيها زيت زيتون وفيها ليمون. تمام. فالليمون أصلا هو كذلك غني بالفيتامين سي اللي تقوي في المناعة، وزيت الزيتون كذلك هو له خاصية أنه مضاد الالتهاب أولا، ثم كذلك يخلي جدار الأمعاء ملطف لجدار الأمعاء، عنده نيفي سيكاتريزون يعني يلم الجروح. إذا كانت البكتيريا أو الفيروسات من شأنها أنها تخدش بمخاطية أو جدران المعدة والأمعاء، ففي اتصال. في اتصال. نعم، تفضلي يا دكتور. تفضل. معنا أم عبد الرحيم ملمدية. السلام عليكم أم عبد الرحيم. ألو، السلام عليكم. وعليك ألف سلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم الدكتورة، شكرا لهذا الموضوع. العفو. أنا حبيت نسأل الدكتورة على البيكربونات صوديوم، هل نضعها في الماء مفيدة يعني للأطفال الكبار للصغار من ناحية التسممات، من ناحية الوقائي الماء إذا كان ملوث بيكربونات؟ وممكن تنصحني فقط على خميرة الجعة، هل هي مفيدة صحية للكبار للصغار؟ هذا الموضوع نتاعي حبيت نسأل عليه. تمام، راح تجاوبك بإذن الله الدكتور بوجين. شكرا، في المتابعة. شكرا، جزاك الله كل خير. شكرا. في انتظار اتصالاتكم 011-39-42-42 011-39-43-43 011-39-43-43. إن شاء الله ما نكونش غلطت، وتظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى مع ندوشة في العارضة التقنية. طيب دكتور، نجاوبها ثم نواصلوا، شو رأيك؟ نعم. تكلمت أم عبد الرحيم على بيكربونات دو صوديوم. بيكربونات دو صوديوم هي تعدل
حموضة يعني الوسط. فإذا كان هي حموضة الوسط تكون مرتفعة هي ملائمة لتكاثر الجراثيم، هذا هو الأصل. لكن نحن نفضل إذا كان مثلا المياه اللي تستعملها في الشرب ليست مضمونة، يعني ليست مطهرة، فأفضل طريقة أننا نغليها لكن ليس لدرجة أنها تفقد الكلس، تفقد درجة بداية الغليان وفقط. ممكن أن تضيفي بيكربونات الصوديوم لتعديل الحموضة، ولكن هذا لا يطهر بتاتا كل البكتيريا، لأن هناك يبقى منسوب من البكتيريا اللي ممكن أنت طهرتي الماء من نسبة معينة. ثم خميرة الجعة أنت هي غنية بالفيتامينات خصوصا عائلة الفيتامين ب، لكن فيه مصادر يعني مصادر غذائية غنية جدا بهذه الفيتامينات، وممكن يعني ليس على الجميع أنه بإمكانه أن يقتني خميرة الجعة، لكن الخضروات كلها يكون اعتدال في الغذاء بتناول كل مصادر الغذاء فيها من الفيتامينات ما الكثير. نعم. طيب معنا أيضا دكتور أم محمد، أم محمد الوفية للقناة من معسكر. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سعيدة جدا بسمع صوتك، أهلا وسهلا. مرحبا بك. كيف الحال بنتي؟ بخير. في نعمة لما نسمع صوتكم ما شاء الله الأوفياء، أهلا وسهلا. والسلام على بلسم القناة، أنا أسميها بلسم القناة دكتورة بودين. دكتور بودين الله يسلمك. الله يحفظك، الله يحفظك. أنتم بلسم قناة القرآن الكريم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هكذا ان شاء الله، انا دائما نقولها دكتوره هكذا ان شاء الله في محبه في الله عز وجل حتى نلقى الله عز وجل في الفردوس الاعلى رفقه النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا رب، احبكم في الله ربي شاهد. الله يحفظك ونحن لك بالمثل. الحمد لله. دائما في الماء دكتوره بودين، دائما في الماء، انا افتيني اليوم في الماء، دائما نبغى نتاكد يا هل ترى الصحه للكليتين ماء القارورات افضل يعني نداوموا عليه دائما، ولا ماء احنا عندنا في الناحيه نتاعنا دكتوره عندنا الماء هذاك اللي ينباع في الـ في الـ في الـ كما نقولوا في القاروره الابوات، في القاروره تاع الابار اللي تجيبها السيارات هذيك. وعلى كل حال نقي ونظيف، يعني نظيف صراحه، يعني عندنا سيارات اللي موثوق فيها. فايهما افضل للكليتين؟ لان من عندما اقرا هذيك المكونات في مياه القارورات، يعني احيانا نشوف هذيك المكونات يعني شويه ثقيله على الكليتين، ففينا رجاء اليوم رجاء دكتوره. ان شاء الله. تمام. الله يبارك فيكم، في امان. طيب شكرا لك استاذتنا الفاضله ام محمد، شكرا جزيلا على اتصالك. معنا ايضا على المباشر عائشه من العاصمه. السلام عليكم عائشه. السلام عليكم. عليك ألف سلام. صباح الخير دكتورة. صباح ورد، أهلا وسهلا. اسمعي لي، يعني ماشي على الموضوع اللي راكم تهضروا عليه. معليش. حبيت برك تنصحني على التولال هذاك اللي في الوجه كيفاش نحو. تولال. يعني خيصرة. والتجاعيد هذوك اللي في العينين. يعني أنا عمري 50 سنة. الله يبارك. الله يبارك. يبارك فيك يسلمك. هاستاك اسمحي لي. أها شكرا، شكرا على اتصالك. يعطيك الصحة. تدون دكتور؟ نعم أكيد. طيب. لابد. نعم هذا هو السؤال. هذا هو السؤال تقول لك. طيب نعم. أم محمد تحب. نعم أم محمد والله سؤال في الصميم. كان بودي استفيض مع أم عبد الرحيم في شأن البيكربونات دو الصوديوم. حقيقة أمر آخر لأم عبد الرحيم وأم محمد. البيكربونات دو الصوديوم لما نزيدوها للماء قلت هو يعدل الحموضة، لما يكون بزيادة شوية يمر الماء إلى حالة القاعدية، وهذا أفضل للجسم، أفضل للجسم بالنسبة للإنسان عموما. اللي البياش نتاعنا راهو يميل للأسف إلى الحامضية بفعل الاستخاس أو القلق المؤكسد، بفعل الأطعمة اللي نتناولها، بفعل أصلا المياه اللي مالفين نتناولها. صار اليوم الإنسان تاع اليوم يميل إلى تناول الأطعمة الغنية باللحوم. طبعا شباب يقول لك أنا يا لازم نكون عضلاتي. أنت ما تقدريش تطيبي لأبنائك طعام بدون لحوم، لأنك أنت في بالك باللي اللحوم هي الغنية بالبروتينات راح تكوني عضلات أبنائك، خصوصا أطفال اليوم بخمس سنوات يقول لك لازم يكون عندي عضلات باش نلعب كرة قدم وكذا. أطفال اليوم يحلمون باش يكونوا
عمالقة في كرة القدم، وبالتالي الجميع من الشباب يعمل على كله همه أنه يعمل عضلاته وقوامه إلى غير ذلك. فصارت الوجبة اليوم اللي ما فيهاش لحوم للأسف تعتبر ناقصة، ليست وجبة أو ناقصة. ولكن هناك بروتينات لابد من إرساء ثقافة صحية جديدة غذائية صحية. هو أن بروتينات موجودة في الكثير من الأغذية، حمص فيه بروتين. لما يكون غذاء تاعنا مثلا ما عندناش ثقافة أكل الفطر، الفطر طبيعي نباتي، نعم، الطازج غني بالبروتين، هو بروتين نباتي، فرائع جدا ممكن، لكن هضمه مش راح يعطي حموضة كما يعطيها اللحوم، كما تعطيها اللحوم. بالتالي تناول كثرة من اللحوم، تناول عصائر غير طبيعية، بعض المكونات ما نستهلكه الصناعي غني ببعض المواد اللي تزيد من الحموضة في الجسم، وهذا طبعا باش نعدلوه يفضل أن نضيف، يستحسن أن نضيف البيكربونات إلى مياه الشرب، ماء الشرب، حتى ولو نغلي الماء باش نطهره من الجراثيم، لكن يفضل أن نضيف له شوية بيكربونات. أفضل المياه طبعا هي المياه القاعدية، لما نقول قاعدية لطعمها يروح إلى المرارة، نعم، مياه العناصر، مياه كل ما هو مصدر، لما تقراي في القارورة اللي فيه غني بالبيكربونات صوديوم، هذاك هو الملح، اللي فيه أقل نسبة النترات، حتى طبعا النترات للأسف قد توجد في المياه وهي لها تأثيرها سيء في الصحة، لكن أقل نسبة نترات في المياه هذاك هو الأفضل. إذن يبقى الماء، حقيقة أشارت أم محمد مشكورة على هذا، على تأثير الماء على الكليتين. طبعا المياه اللي فيها هذه المواد النترات أو بعض المواد، بعض الأملاح اللي تترسب في الكلى وتخلي تكون حصى الكلى، اللي قد تعطي يعني عواقب ومضاعفات خطيرة. لكن تناول ما هو مثلا غني بكل ما هو قاعدي، هذا ينقص من تأثير هذه المياه. مثلا بعض الخضار مثل القرنون، الخرشف، هذه من المواد اللي تقلل من الحامضية، فعوض أنك تشرب كأس ماء، ضع الخرشف في ماء يطلق هذاك الماء تاعه، وهذاك يشرب، يعني هذاك المرارة، تلك المرارة راح تعدل من الحموضة، وهي رائعة جدا بالنسبة للكلى. بعض الوصفات اللي تصفي الكلى، مثلا وضع المعدنوس مفروم مع ليمون وزيت زيتون، هذه عبارة عن صلصة سلطة، ممكن تناولها صباحا على الريق مع قليل من الطماطم، أنت وكأنك تاخذي، أو مع بيض مسلوق، وكأنك أخذت وجبة إفطار صحية، وطبعا تكون وجبة الإفطار فيها تكون غنية، لأنها هي اللي يعتمد عليها الجسم في مردوده اليومي الغذائي، في التمثيل الغذائي اليومي يعتمد على 75% من وجبة الإفطار صباحا، ثم تأتي وجبة الغداء، ووجبة العشاء يستحسن أن تكون خفيفة، أخف ما يمكن. نعم. وبالتالي بالنسبة للكليتين هذه وصفة رائعة ممكن أن تساعد الكليتين. أظن أني أجبت على ماء القارورات، ما هي المزايا. الثلال مع التجاعيد، بالنسبة للأخت اللي سألت على الثلال، هناك كيفيات طبعا علمية في المستشفيات نتاعنا لنقضي بها على الثلال، لو تريتمون بار لا نيج كاربوني، تروح الى مصلحه الجلد، وفيه يعني بشكل سريع، يعني تعطي نتائج سريعه. طبعا هذه بممارسه الاخصائيين تاعنا الاطباء في مصلحه الامراض الجلديه. اما اذا اردت الامور الطبيعيه، فالثوم من الوسائل اللي ممكن الانسان، لكن لما يكون ثلال جديد ورقيق ممكن ان، طبعا هناك بعض انواع الثلال اللي يكون على مستوى الرقبه ناتج عن لبس بعض القلادات اللي ما تكونش من الذهب، مثلا تكون من
المواد اللي فيها مواد صابغة، فهذه قد تحدث مع الاحتكاك الشديد المتكرر مع الجلد، جلد الرقبة، فهذه قد تكون نتيجة، قد تكون سبب عفوا في ظهور ثآليل على مستوى الرقبة. يستحسن إذن أن ننزع كل هذه الأكسسوارات اللي هي مطلية بطلاء أو حتى أنها تترك أثر لون داكن على مستوى جلد الرقبة. طبعا حتى نختم دكتور، التجاعيد والله أمر جد معقد، ليس بالسهل أننا ننزع في فترة قصيرة التجاعيد، خاصة هناك مع تقنيات. تقدم العمر. نعم. سبحان الله. لا، تقدم العمر هي شباب. أنا أقول 50 سنة، مازال الإنسان لما يبدأ من 35 سنة فما فوق تبدأ حتى قضية. نعم. التجاعيد قضية التجاعيد هي أمر داخلي، يعني في النسيج نقص مادة الإيلاستين في نسيج الخلايا، في النسيج يعني في الأنسجة، بروتين الإيلاستين لما يكون ناقص، وهذا طبعا له نظام غذائي اللي يكون باش تحدث مادة الإيلاستين تكون بكثرة، اللي هما لزوميغا 3، زيوت، تناول زيت الزيتون، تناول المكسرات خصوصا الجوز، من شأنه أن الجوز واللوز من شأنه أن يقلل من ظهور تجاعيد أخرى. ممكن أن تتحسن يعني مستوى الإيلاستين في العضلات، ممكن لما يرتفع مستواه، لكن هذا بطول الوقت مع طول الزمن. لكن ممكن أن تضع شرائح الخيار على المناطق، هذه من شأنها أن تغذي بمضادات الأكسدة. هناك بعض الطرق اللي كأن يوضع مثلا معدنوس مفروم مع لبن رائع الرائب عفوا، يعني الحليب الرائب، ويخلط ويوضع ماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة. هذه طريقة ممكن أن تطهر الوجه وتغذيه بمضادات أكسدة. لكن يبقى هذا الأمر موضعي ويقدر يزول الأثر نتاعو. نضيف لهذه النقطة بالنسبة لمسألة الانتفاخ على مستوى العينين. نعم نعم، حتى الانتفاخ لأنه فيه مضادات، عنده فاعلية مضادات الالتهاب بعض الزيوت. نعم. بعض الزيوت اللي مثلا زيت اللوز أو كثير، يعني بعض الأغذية كذلك، لكن أمور اللي تكون داخلية يكون أفضل لها، مفعول أفضل، لأن البشرة لما تتغذى من الأوعية من باطنها أفضل من أنك تضعي العلاجات الموضعية. طبعاً. يبقى طبعا لأنه معالجة العلة هكذا، وليس نعم. فقط ما يظهر، تبقى تطورات العلاجات التجميلية يعني مفيدة، ولكن نعم، لكن يبقى دائما ما يتغذاه الإنسان يظهر على وجهه، يظهر على جسده، على صحته عموما. تبقى الغذاء الصحن هو المسؤول، أو إن صح التعبير له دوره الأساسي في الصحة البدنية والصحة الجمالية بشكل عام. استوفينا دكتور جملة الأسئلة. يعني كنت ذكرت على مشروب القرفة كمضاد للتسمم الغذائي في نهاية المطاف، أكرر وأجدد نصيحتي بكل من أصيب بحالة تسمم غذائي عليه بشراب القرفة، كذلك بعد ذلك يكثر. طيب عائشة، نعم؟ عائشة من العاصمة. عائشة من العاصمة سألت شيء. طيب تمام دكتور، كنت تدونين يعني لا مش مشكلة. هي اللي سألت على التجاعيد وعلى التلال. التلال. نعم. التلال بالتحديد. نعم جاوبت على التلال. تمام. نعم. شكرا لك دكتور بوزين، لأنه زملائي يقولون الوقت دهمنا. نعم. شكرا جزيلا على حضورك في هذا الصباح. عفو. وفقرتنا التالية نلقاكم الاثنين المقبل دكتور بحول الله إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. فقرتنا التالية الغذاء والتغذية في الإسلام لكم جميعا. طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقبول الدعوة على الطعام وعلى العقيقة وعلى دعوات المؤمنين، فإن ذلك من حق المسلم على المسلم، ويزيد المحبة والمودة والألفة بينهم. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليد اليمنى ولا نأكل باليد اليسرى، لأنه من فعل الشيطان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله. رواه مسلم. وإذا كنا أمرنا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين، فلا بد أن نأخذ باليمين ونعطي باليمين، حتى نقفل كل باب من أبواب الشياطين. قال النووي: إن كان هناك عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض أو جرح أو غير ذلك، فلا كراهة في الشمال. قال الطيبي: إن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله، أي يعمل أولياؤه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن من عاداته صلى الله عليه وسلم حبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، فإنه ضار بالجسم، وكان لا يجمع بين حارين، أي ساخنين، ويكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً، لأن النفخ من فم النافخ يكسبه رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وأن الأدب النبوي يدعو إلى التأني في الطعام والشراب حتى يصل الشيء إلى درجة حرارته الطبيعية، ولا باردين ولا سهلين، أي كاللبن أو القشدة أو الحساء أو السمن، ولا قابضين كالموالح وما شابه ذلك، ولا غليظين كالأرز أو الخبز الجاف. ولم يأكل طعاماً قط في حال شدة حرارته، ولا شيئاً من الأطعمة العفنة. وإن الجمع في الطعام بين نوعين متشابهين من حيث القيمة الغذائية وما فيها من بروتين له مضار صحية، من ناحية أن زيادة الكم من أي طعام تسبب أمراضاً كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كل شيء قدم إليه ولا يعيبه، وإن كان لا يحبه لا يقرب منه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده. وهذا يدل على إباحته لأمته، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل بشراهة مثل ما يأكل بعضنا، ونجد من يأكل حتى تمتلئ معدته بالطعام فلا يجد مكانا للماء ولا الهواء، ولا يقدر على أن يتحرك من مكانه، كأنما شدت أطرافه إلى الأرض، كأنه لم يبق من الزاد على وجه البسيطة إلا ما قدم له. وقد نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية بيأماتي. جدد الترحاب بكل من التحق بنا اللحظة. أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدي الأفاضل. فقرتنا التالية فقرة المستهلك. المستهلك سنتحدث بإذن الله عن التسممات الغذائية، عن الباعة المتجولين، بمعية الأستاذ خالد بالبلواب الحاضر وإياكم عن جمعية أمان لحماية المستهلك. فاصل ونواصل. باسمكم ارحب كثيرا بالاستاذ خالد بالبواب. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا، صباحك برباحك. اهلا بك سيده وعلى كل مشاهدين قناه القران الكريم. اهلا استاذ وكل جمعيات امان لحمايه المستهلك، ربما نشاطكم هكذا يعزز ويكون بكثره في هذا الفترات خلال موسم الاصطياف. هذا الصبيحه باذن الله حيكون تتمه ربما ذات الموضوع من الناحيه الصحيه والشق الصحي، تناولناه بمعيه الدكتور قبل قليله. وحضرتكم راح نتحدثوا عن الباعه المتجولين، اللي ربما في كل مره نتحدثوا عن هذا الموضوع وربما يلاحظ هذا الشيء المستهلك او المواطن الجزائري او متابع كل برامج الخامسه. في كل مره نتحدثوا ونحاولوا نمروا رسائل، ولكن ليس هيهات، ولكن لا حياة لمن تنادي بالنسبة لعديد المواقع والنقاط لما زالت تشهد باعة متجولين ولمواد سريعة التلف. فما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة هذا الموضوع تناول لها كثير في كل بلاطوات، حتى فيه برنامج لجمعية أمل لحماية المستهلك، فيه برنامج لتوعية ورسخ هذه الثقافة الاستهلاكية فيما يخص التسممات الغذائية. لكن احنا كجمعية أمل لحماية المستهلك عندما نطرق إلى هذا الموضوع، فيه إحصائيات مؤخرة من طرف وزارة الصحة أنه هناك 7 موتى من تسممات غذائية، وإن كان احنا هذا العدد هذا يعني هو غير صحيح، لأنه هذه 7 موتى هذو اللي ماتوا في المستشفى لا أكثر ولا أقل. ناهيك عن الناس اللي ما راحوش المستشفى او ما قصدوش الطبيب. التسممات الغذائيه هي هاد الفئه او هاد الطريقه هذه اللي المستهلك ما قدرش يفهمها او ما قدرش يستدرك هذه الامور، لانه كثير من الامراض تاتي من التسممات الغذائيه. هذا ما حتوا به او ما صرحوا به كل الاطباء، انه هاد التسممات الغذائيه هي القاعده تاع الامراض الكبرى، مرض السرطان او الضغط الدموي الى غير ذلك، كلها تأتي من تسممات غذائية. الآن المستهلك الكريم عندما أنت توعيه أو ترشده أو تنصحه عن إفداد أو إبعاده عن التسممات الغذائية إلا وهو السبب في هذه التسممات الغذائية. أعطيك بمثال، عندما ما احنا ننصحه نقول له إياك أن تشري البيض هذا اللي راهو في زمن الصيف تكثر فيه التسممات الغذائية من الحفلات، قاعة الحفلات، ومن الأهالي اللي تنزل إلى البحر إلى غير ذلك، تنزل فيه كثير تسممات غذائية. حنا هذه الحملات هذه عندما ننزلوا إلى الساحة ونتكلموا مع أهالي، صدقيني أنا مؤخرا درنا وها فيه برنامج الآن نبدأ فيه حملة من أول جويلية حتى الأول سبتمبر، وهذه الحملة هذه هي كل اعتماد على التسممات الغذائية ونصائح للمستهلك. عندما نزلنا إلى البحر وشفنا الاهالي، انا شخصيا يعني قلت لهم وروا لي هذيك واش رافد معاك، يوري هذيك الام هذيك توري لي هذيك القفه أيوة. تاعها أيوة. تلقى مواد غير صالحه، يعني بمثال هي تجيب هذيك البطاطا، يعني نبسطوا المستهلك باش يفهم البطاطا هذيك اللي هي تقليها الى غير ذلك وتدير لها البيض وتجيبها من مسافه الى مسافه وتجيب اللحم مرحي الى غير، هذو كل تسممات غذائيه. حتى هذاك الخبز اللي جابته عندما درست لها وفهمتها قلت لها لا هذا اكثر ما تجيبيش، حتى اللحم المرقاز يعني باش يتفهم المستهلك لقيناه عند الاهالي هادو في زمن الصيف في البحر، قلنا هادو كل تسبب لك مواد تسممات غذائيه. قالت كيفاش ندير دوك الحل مع الدراري هادو وكانه هاد الدراري هما اللي يحكموا، لا العكس، انت ربه البيت انت اللي لازم تحكمي. حتى المياه اللي جابتها غير صافيه، يعني جات باش تدير فسحه تاع زمن الصيف، بالعكس جابت امراض ليها ولاولادها. فقلنا لهم احسن لكم انكم تجيبوا فاكهه او تجيبوا خضر معكم وتجوا تاكلوا هنا، احسن لكم اللي تجيبوا هذه المواد الغذائيه اللي طبختوها في الدار الى غير ذلك، وهذه المواد هذه هي اللي تسببكم في تسممات غذائيه. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه
فيه اجراءات كثيره وتكلمنا مع وزاره الداخليه مع وزاره الخارجيه، هذوك البعات يبيعوا على شاطئ البحر وهم بنفسهم يقوموا بتسببات غذائيه. يعني تصور انت يا هذاك الانسان هذاك اللي يبيع لك التاي على شاطئ البحر، هل ترى شتيه انت كيفاش طبخوا هذاك التاي هذاك؟ مستحيل شفتوا. انا تبعنا احنا كجمعيه تبعنا بعض هذو البعات التاي ورحنا يعني شفناهم كيفاش، صدقيني لا مياه صافيه ولا تاي ولا سكر، يعني يحكم هذاك التاي اللي طبخ فيه الطبخ الاول يعاودوا الطبخ الثاني ويزيدوا ويجي هيا التاي هيا التاي والناس تشري كانه عادي الامور هاديه. هذه من الاحيان الصفة التالية وهو بعض الحلويات اللي تتباع في زمن الصيف على شاطئ البحر. نعم. وفيها حتى المربى بما يسمى المعجون هذا باش يفهم المستهلك، أخطر وأخطر للمستهلك الجزائري. هذه كل تسبب تسممات غذائية. فيه حالات أخرى مثل الآن في زمن الصيف لابد إذا تكلمت لك أنا على حبة بيض، أخطر وأخطر تسممات غذائية تأتي من البيض. الآن فيه الناس في الشاحنات يبيعوا البيض عن الطريق في درجة حرارة 35 درجة، البيضة إذا كان ضربها شوية حرارة تاع سخانة إلا وانفجرت إذا قامت بها. إذا كان هناك تسممات غذائية ممكن ديري الدواء وتقولي أنا خلاص، لا البيض يقتلك، إذا كان مريض البيض يقتلك. في حصص من حصص مع بعض الأطباء جبنا حبة بيض اللي هي كانت في الثلاجة وحبة بيض اللي لقينا شريناها في شاحنة، علما ما فتحناهم في زوج صدقيني لا علاقة، ماهيش حبة بيض. هذيك تفتحت كلها هذيك حبة بيض، الأخرى قاعدة في مكانها. هاو الفرق. الان تسممات هذه غذائيه لان الناس الان لازم يفهموها، وهذه الظاهره هذه ربما في ابسط الامور اللي ما انتبهولهاش يكون فيه تسممات. ابسط امور اعطيك مثال اخر. الاحصائيات اللي تمد من وزاره الصحه انه كل تسممات غذائيه في الصيف تاتي من حفلات ومن قاعه الحفلات. هذه قاعه الحفلات لانه بعض الاهالي فيها الزوغ بيناتهم الى غير ذلك، يقوموا بطبخ بعض الاطباخ اللي هي ما لاش علاقه بها، مثل عندما يديروا هذا المتوم الى غير ذلك ويجيبوا اللحم الملحي ويطبخوه. انا شخصيا دخلت بعض قاعات الحفلات يعني كارثه. تتصوري انت يجيبوا له 20 كيلو تاع اللحم الملحي ماهوش موجود في الثلاجه. نعم. جبدوا انا نشوف جبد هذاك اللحم الملحي حطه فوق الطاوله وقعد هو يخدم فيه بيدو يحط والسمش يضرب فيه، بعدين نقولوا انا درنا متوم. لا، كل تسممات غذائيه هذه تاتي من هذا الشيء. يلا نولوا لعادتنا نديروا الطعام هذايا ونحافظوا عليه ونتفاداوا هذا الامور هذا. حتى الباعات انت تكلمتي في المقدمه تاعك، الباعات اللي يبيعوا عن طوارئ في الشوارع. نعم. موجود حتى كثير حتى اللحمه في موجود كثير. عندما تكلمت يعني مع المستهلك تقول له تفادى هذا الشيء هذا، هو بالنسبه ليه لا عندنا هذيك الذهنيات انه الموت وحده والمكتوب والله غالب، دائما نقعدوا وراء هذا الشيء هذايا، وهذا الشيء هذا اللي خلانا احنا نوصلوا الى هذا الواقع اللي رانا عايشين فيه الان. عندنا 68 ألف حاله تاع سكر كل عام، عندنا 6000 تاع كونسير دو كولون كل عام، عندنا في كل ثلث عائلات وحده عندها الضغط الدموي، كانه اصبح المستهلك الجزائري يستهلك كل ما يحطوه على الطاوله بدون دهن وبدون اشعه. هذه الامراض هذه راح تسبب اموال كثيره للخزينه تاع الشعب هذا، لانه هذيك الاموال هذيك راح هي اللي راح تضرك عوضا باش نديروها اشياء اخرى ندخلوا في امور كثيره. الان ابسط حاجه في 2019 ما زلنا نتكلموا انه كل ام تتكلم مع اولادها وتغسل ايديه قبل ما يتداولوا اي غذاء يغسلوا يديهم. الى الان ما زلنا نتكلموا لانه 30% من الامراض تجي من غسل الايدي. الناس ماهيش منتبهه انه هذه الايدي هذه هي الاسبه. تقول لك لا شيء عادي وامور لا 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 ما صرا لي والو. التسممات الغذائيه كيفاش راح تجي؟ ماش تمتم، ماش بسرعه تجي، عندما ما تغسلش يدك، عندما ما تغسلش فمك في الليل عندما قبل ما تنوم، هل الامور هذه او تاكل خضر ماهيش نظيفه او تاكل كل حاجه، التسممات الغذائيه هي اللي تتكون بعدين تنطلق الى كوسر الى الكولون امراض سرطانيه امراض سرطانيه. الان على كل مستهلك ان ينتبه لهذه الامور باش نتفاداو هذه الاشياء. طيب استاذ بالبواب لما نتحدثوا عن هذه النقطه بالتحديد نتحدثوا ايضا عن اللحوم، فيه بعض نقاط بيعها واصبحت كانه معتمده يعني من قبل الشعب. معتمده من قبل الشعب، يقول لك راح نشري معلق يعني صدقيني على الطرقات. وانا اعي ما اقول استاذ بالبواب فبالتالي ممكن نحلوها هكذا يعني من ناحيه الفيزيولوجيه، يعني كيف يمكن لهذا المادة أنه تتحلل وتحول إلى مادة خطيرة جدا على جسم الإنسان حتى وإن ظهرت في ظهرها أنه يعني عادي. أنا
تمام. شوف اولا نشكرك على هذا السؤال لان نبهتيني واحد الامر لانه مش موجود غير في الجزائر العاصمه هذا السوق هذا لا موجود لا حتى اقول نقاط على مستوى التراب الوطني الجزائري الا موجود هذا الشيء هذا الناس الان تروح لبعض المناطق تقول لك لانه فيه السعر ونروح سبيسيالمون لهذيك لا او خصيصا لهذاك خصيصا لهذاك الشيء شوف هذه قاعده كل لحم سواء كانت بيضاء او حمراء اذا ما شافهاش البيطاري فهي خطر على صحتك اتحمل مسؤوليتك يوم العين لانه شوف حتى بعد عندما تكلمنا احنا مع وزاره الداخليه وزاره الخارجيه قال لك فيه برنامج فيه برنامج لكن للان ما لقيناش هذا البرنامج هذا لو كان هاد الناس هذو ما لم يبيعوا داروا لهم سوق وسقموهم ووضعوهم وهذا هو المطلوب لكانت فائده فائده للخزينه تاع الشعب الجزائري وحتى هذاك المستهلك يكون في صحه جيده حتى هذاك التاجر يكون هو مهني يعني ما يكونش والله خارج. من هذه الناحيه اذا كان سمح لي استاذ بالبواب حتى هذا التجار في حد ذاتهم ربما هم ايضا ضحايا لو كان يكون عندهم هكذا مقر او محل هكذا ويكون يعني باحترام اكثر بالنسبه للمواطن ويكون في معايير وفق معايير ما معينه اكيد ما حش يرفض وبالتالي حتى يعني نقول هو كل متكامل فيه نقص في عديد المجالات مما يؤدي الى ما نحن عليه. استاذ الكريمه شوفي انا شخصيا يعني رحت لهذيك السوق هذاك وتكلمت مع التجار هما بنفسهم يصرحوا لي يقولوا لي نظمونا نظمونا ديروا لنا السوق ونديروا احنا الثلاجات ونظمونا ونديروا كذا ونبيعوا احنا باعين حنبيعوا هذا الامر هذا هما يقول لك نظمونا فقط شوفونا قطعه ارض ونظمونا لانه مؤخرا وزاره التجاره عندما كان فيها نقاش معهم داروا الاسواق الجواريه هذه من الاسواق الجواريه الدور تاع البلديات عندما تنظم وتدخل هذه الناس اذا كان فيه سوق وفيه طلب لماذا ما نكونش انا بتنظيم هذه الاسواق هذه ويكون فايده لكل الجميع لانه شوف الان اذا كان انسان هو بنفسه ما قامش بتوعيه وما قامش بعد هذه التسممات الغذائيه من جسمه صدقيني انه في خطر كبير على عليه وعلى عائلته نعم. داخل الثلاجه تاعو لازم يكون فيها نظام كيفاش يترتبها داخل البيت تاعو لازم يكون فيها نظام باش نتفاداو هذه التسممات الغذائيه اصبح كل ما هب ودب الا وتلقى انسان يبيع هذاك الماكله في برا وياكلوا الناس ويشروا الى غير ذلك نعم. ما كانش نظام ما كانش نظافه ما تشريش يا اخي اصبح حتى ما يسمى ب المحاجب هذول اللي يتباعوا في السوق الى غير ذلك ما كانش نظافه في هذا الامر هذا اذا ما لقيتش هذه النظافه كيفاش انت راح تستهلك هذه الامور وتقول غدوه انا المكتوب الى غير ذلك هذه الذهنيات لازم تنحى من افكارنا لازم استثمار شامل في الذهنيات الشعب الجزائري احنا سؤالك اذا كان الان المستهلك يطرح سؤال يقول لك لماذا في بعض الدول قاموا بهذه الامور احنا ما قمناش لما ما تغيروا احنا ما تغيرناش ما هو الشك هما عندهم عقل احنا عندنا عقل ما هو السبب تعرفين ما هو السبب لانه هما اتحدوا على تطبيق القانون احنا ما اتحدناش على تطبيق القانون احنا اتحدنا على خلي برك ها هو الامر هذا الاشكال اللي لو اتحدنا على تطبيق القانون لانطلقنا الى خطوه اخرى وكان فيه نجاح كبير في 2019 مازال الان يجينا امراض كوليرا عيب علينا نقولوا بلي عندنا مرض كوليرا منين جات هذه مرض كوليرا جات من امراض البيئه تاعنا اللي احنا قمنا بها احنا اللي فزنا هذه البيئه حتى وصلت هذه الامراض هذه كاين فيه ناس راهي تمرض الى غير ذلك بدون وعي ماهمش داركينهم في البيت تاعك تبدا تم التسممات الغذائيه كل نهار في كل 10 ايام تحكم هذيك المراه الثلاجه تاعها وتغسلها بالليمون تنظفها مليح البيت تحطه في مكان والدجاج في مكان حتى الدجاج عندما تشريه تشوفه قانونيا لازم يكون ما الحشا تاعو كاع من الحياه واحده ثانيا لازم يكون مغطي بالسيلوفان روحي الان دخل التجار الكبير لا تلقاي هذا الامر قليل فيه ثلاث ولايات اللي موجود هذا الامر جيجل وجيجل وبجايات وتيزي وزو ومديه هذا اربع ولايات اللي الان طبقوا هذا القانون هذا عندما تدخلي عند باع الدجاج تلقى عنده هذه الطريقه الى غير ذلك الناس بدات تتحضر بدات توفق هذه الامور عندما تدخلي انت عند الجزار وتقولي له اعطيني لحم مرحي وان كان ننصح كل المستهلكين اللحم المرحي هذا في الصيف اتفاداوه قدما فيه بكتيريا خطيره عندما يترحل البكتيريا تاعو تنفعل عندما تنفعل حتى هذاك الكارت اللي ديري فيه اللحم هذاك هو بداته يبدا التسممات الغذائيه لابد المسافه الزمنيه المسافه بينك وبين بيتك ما تفوتش خمس دقائق
ولا جبتيه البيت مباشرة لازم تدخليه الثلاجة، إذا غسلتي وقمتي بأشغال أخرى في البيت لازم مباشرة تطبخيه. كيفاش تخبي هذاك اللحم الحي؟ ماهوش تحكمي هذاك اللحم الحي كيما شريتيه تدخليه في الفريجيدار، لا لازم تسطحيه، وكي تسطحيه لازم يكون رقيق باش البكتيريا تاعو كاع تنوم، هذيك البكتيريا اللي موجودة تنام ما تكونش فيها انفعال. إذا خليتي هكذا اللي على الخارج رقدت للداخل ما رقدتش، شكون يكشفها التسممات؟ هي المعدة تاع بني ادم تكشفها بعدين تقول لا ها فيه تسممات غذائيه. حتى تسالي برك اذا كان حفلات الا ولقينا تسممات غذائيه، اذا كان حفله كبيره او كان اجتماع كبير مع الوزراء الا تكون فيه تسممات. لماذا؟ لانه احنا ما حاضرناش ما خديناش وعي لهذه الامور هذه. على ذكر تسممات على مستوى النقاط اللي يكون فيه أكثر كم ممكن من التجمعات السكانية، مثلا الحفلات، الولائم، ما شابه ذلك، المطاعم أيضا يكون فيه تسممات من نوع الجماعية، وبالتالي ما إجراءاتكم إزاء ذلك، خاصة أنه إحنا مقبلين على موسم الاصطياف وتكثر هذه الأمور، وفي كثير من المرات نجد أنه أساليب الردع هي أقل وتيرة من ربما المشاكل اللي نتعرضوا لها في مثل هذا. والله شوفي أخت كريمة، جيبي لي واحد تنبهيني الأمور. نعم. مؤخرا حضرت واحد البلاطو أنه قام مديرية التجارة من بعض الولايات قامت بتفتيش في بعض الولايات، وهذه ولاية كبيرة ما نذكرش الاسم تاعها، لقاو في 10 مطاعم واحد اللي مليح. هذا ما يعني انه اذا كان هذا ما يعني انه 10% اللي ملاح، الباقي كاع ماهوش ملاح. يعني باش تشوفي هذا قاموا تفتيش واحد قام بشكوى، قالوا ماني لقيت كذا وكذا وكذا، نض هذاك المراقبين خرجوا للساحة. نعم. بداوا يشوفوا هذه المطاعم، هما بنفسهم في صرحوا، قال لك في 10 من المطاعم لقينا مطعم واحد اللي هو يطبق القانون هذا، الاخرين كله غلقوا لهم، حتى وجدوا ما يسمى بال باش يفهم المستهلك المايونيز، هذه دايرها في بدون تاع الصبيغه، يعني كانه كارثه. حتى هذاك باش يفهم نخرج شويه على العربيه، الفريت هذاك المقلي الى غير ذلك دايره في واحد لافابو، غريب الامر، عندما ما تجي تقول له انت اعطيني يمد لك كانه خلاص انت الموت راح تموت الجزائري لما ما تموت يموت غدوه، الذهنيه تاعنا هكذا. الان شوف النصائح اللي مدوها للمستهلك الجزائري، تفادى اكل تاعك في المطاعم الا اذا هذاك المطاعم دخلت انت وشفت النظافه تاعه. في واحد الدكتوره وحنا نتناقشوا معاها قالت لي انا في طبيعتي عندما ما ندخل ندي الاهل تاعي ونروح المطعم ندخل قبل نشوف كرمولوجيك الميرحه تاعو والمطعم تاعو باش نقدر ناكل عنده، اذا باش تهدو ماهمش ملاح ما نقدرش ناكل عنده. قلت لها شكرا لك، هاي الثقافه اللي نحوسوا عليها، هاو الاهم هذا. كل الشكايات اللي تجينا من تسممات غذائيه، حتى التجار يساهموا في هذا الامر. اعطيك مثال، عندما تروحي دوك انت الى الدكان او الى جزار او الى الخباز الى غير ذلك، الا وتلقاي امور غير صالحه ويقوم ببيعها. انت على ما تكشفيها تقول له التاريخ الصلاحيه تاعها انتهى، لماذا راك تبيعها؟ ما شتهاش. كيفاش ما شتهاش؟ لو كان مستهلك هذاك الدها وكلاها تقول ماشي انا اللي ديتها، والدها. يعني الغريب الامر انه لازم على كل كلنا لازم نتجندوا لهذا الامر، وتكون مسؤوليه الجميع تفادى هذه الامور وتفادى هذا الاشكال هذا اللي رانا عايشينه فيه الان. طيب ما هي اجراءاتكم خلال موسم الصيف؟ فيه نشاطات ان شاء الله تكون مكثفه؟ والله في حمله راح تبدا من اول جويليا حتى البرومي سبتمبر، يتكلموا على حوادث المرور وحوادث اللي توجد في البحر، لانه مؤخرا في احصائيات تقول انه فيه 11 موتة في البحر هذا في شهر مايبر، يعني غير خلاص رمضان ناحت الناس للبحر فيه 11 موتة. يعني حبينا نشرحوا لهذ الناس هذه الامور. ثم فيه امر الاخر وهو شرح للناس البيئه، لانه البيئه هذه اللي رانا لوثناها كثير وصبحنا ما نعرفوش واش معناتها كلمه البيئه، كلهم هبه ودبه يقول لك انا بلادي. عندما تسمعي انه الجزائر تحتل المرتبه ال20 في الجمال، هذه وكاله سياحيه بعثتها لنا، الجزائر تحتل المرتبه ال20 في الطوب، يعني في الجمال الطبيعه، لكن احنا ما عرفناش الطبيعه هذه خربناها وخسرناها، وهذا هو الامر اللي نعيش فيه.
ربي يجيب الخير إن شاء الله يا رب. أكيد بسواعد أبنائها الجزائر ستستعيد قواها شيئا فشيئا إن شاء الله يا رب. ولما لا، شكرا لك أستاذ خالد بالبواب على كل تفاصيل تفضلت بها في هذا الصبيحة. شكرا لجمعية أمان اللي ترافقنا دائما في تدخلاتكم سيدي الكريم. أما أنتم مشاهدي الأفاضل، فاصل إنشادي، هديتي لكم جميعا. اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفات نبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفات نبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفات نبي محمد. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. يا ربي يا ربي يا سيدي اجعلنا من خيار أمته من هو إلا النبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفات نادي محمد. فرحت لقلبي الله الله بصوت الحنين الله الله يا خوتي قلبي عشيق الله الله في مولى المدينة محمد. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. وهذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله. يحضر فيها نبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. الله مولانا ربك معانا. الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا تعفو يا خالقي علينا. الله الله مولانا الله
ونزوروا، هيا ونزوروا، هيا ونزوروا سيدة النبي شعشع نورو. الله أكبر سيدة النبي شعشع نورو. الله أكبر سيدة النبي شعشع نورو. اللهم صل وبارك على رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا الأفاضل، مسك الختام لبرنامج ضحى القناة في هذا الصبيحة سيكون من توقيع الأستاذ الفاضل بروفيسور سليمان ولد خصال عن عمالة الأطفال، يتحدث أستاذنا في هذا الصبيحة بإذن الله بعد فاصل قصير. عمالة الأطفال هو موضوعنا بمعية الأستاذ بروفيسور سليمان ولد خصال. أول شيء دعوني نرحب به بتحية خالصة. بروفيسور السلام عليكم، مرحبا بك، أهلا وسهلا. وعليكم السلام أخت سعاد، بارك الله فيك، نورتنا دائما وأبدا. الله يخليك، كنت ثاني راك منورة شاشة كعادة. الله يحفظك إن شاء الله وربي يحفظك، وتحية طيبة مباركة للسادة المشاهدين. نعم أستاذ ولد خصال، اليوم بإذن الله نتحدث عن موضوع هكذا فيه من الشق القانوني الكثير. صحيح. والسوسيولوجي كذلك. ما رأيك لو نعرج إلى السوسيولوجيا أول شيء ونتحدث عن عمالة الأطفال؟ نعم. في مجتمعنا الجزائري على غرار باقي دول أخرى يعيش فيها الطفل. نعم. هذا الظاهرة بشكل كبير. صح. جدا. نعم. فما قولكم سوسيولوجيا؟ بارك الله فيك. هي في الحقيقة من الناحية الاجتماعية عمالة الأطفال تخضع لمجموعة عوامل. تمام. بيئية، عوامل اجتماعية معينة ودوافع هي. طبعا هي الأسباب التي تلجئ إلى عمل الأطفال. عمل الأطفال من المقصود بها أن الطفل الصغير عندما يقوم بأعمال، وقد تكون تلك الأعمال أعمال شاقة تؤثر. لا. عليه تأثير سلبي، ولذلك احنا راح نميزه بين عمالة الأطفال الإيجابية، لأن هناك عمالة الأطفال إيجابية، هناك عمالة الأطفال غير الإيجابية أو السلبية. نعم. ولذلك المجتمعات الآن عندما تكون مجتمعات مثقفة وتكون مجتمعات فيها رفاهية وكذا، في الغالب الأعم الطفل يعني يوجه للعلم، يوجه إلى الدراسة، إلى التربية، كي يوصل السن تاعو القانوني يروح العام. المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات اللي تكثر فيها الآفات الاجتماعية، هذه عادة هي المجتمعات التي تكثر فيها ظاهرة العمالة، عمالة الأطفال بشكل كبير، ومظهر سيء لهذه المجتمعات. ونلقاو أن الإبن مثلا قد يضحي بابنه من أجل أن يساعده في عمله لأنه ما يوصلش، ما يلحقش. هذا إذا أحسن النوايا بالنسبة إلى عمالة الأطفال. يعني إذا قلنا بأنه بعض الأولياء يضطرون إلى توقيف الأبناء من أجل أن يساعدهم في أعمال معينة، وهذا غير صحيح، لكن نقول إحنا مظهر إيجابي بين قوسين يعني. لكن بالمقابل هناك من يستخدم الأولاد كذلك لأغراض مشبوهة، لأغراض إجرامية. نعم. في أمور كثيرة. ولذا نقول بأنه هذه الظاهرة في الحقيقة تخضع مثل ما قلت إلى دوافع وإلى أسباب اجتماعية. نعم. وهذه قد تبرز في بعض المجتمعات وقد تقل حسب قوة ذلك المجتمع، اقتصاد ذلك المجتمع، ثقافة ذلك المجتمع، متانة هذا المجتمع، متانة ذلك المجتمع بطبيعة الحال. نعم. هذه تقريبا من الناحية السوسيولوجية. نعم. طيب من منظور القانوني نجد أنه هيئة الأمم المتحدة وكل العالم. نعم. يجمع على أنه قضية استغلال الطفل. صحيح. وعمالة الطفل. نعم. تجريم كبير. نعم. جدا. نعم. في حقها. صحيح. وبالتالي الحديث عن هذا النقطة من الناحية القانونية. صحيح. قد يجرنا للحديث عن الاتفاقيات الدولية. نعم. التي تحث على ضرورة. نعم. احترام هذا الطفل ومنحه حقه في الحياة، في التعلم، في الأمانة. فعلا. فعلا. وفي إلى ما لا نهاية. هي المنظمة التي تحرص على هذا الموضوع بشكل كبير هي منظمة العمل الدولية عادة. يعني العمل الدولي. نعم. منظمة العمل الدولية هي التي تحرصه، ولذلك منظمة العمل الدولية الآن في تقريراتها وفي تميز بين نوعين من عمالة الأطفال. يقول لك عمالة الأطفال اللي سميناها الجانب الإيجابي. نعم. وعمالة الأطفال الذي يكون أسوأ بمعنى الجانب السلبي. عمالة الأطفال من ناحية إيجابية يقول لك أنه هذا ربما يخضع لشروط المجتمع، بمعنى أنه في بعض الأحيان يعلم الصغير، يعني يهيئ الصغير مثلا لأن يتدرب على حرفة معينة دون ما أن نوصل به إلى الخطر، أنه ربما يساعد الأسرة المنتجة، أنه الأم مثلا بعض الأحيان تدير المطلوع ومنظفين يعني يديروا مش كما هذاك بيع تاع الخبز العادي نحكي. نعم. ويساعد الأم نتاعو في أوقات العطل، في أوقات معينة، ولكن لا يعني تقصير أو حرمان من حقوق أبدا. نحكو قلنا نحكو
هذا عندما نساعد هذا الصغير من أجل أن نهيئه من أجل أن يكون على تحمل مسؤولية وبأوقات وهذا وارد يعني نعم وإحنا كنا صغار بالمناسبة كنا في فصل الصيف الأولي ما يقبلوناش نروحوا نخدموا هكذاك يعني هذا لا يدخل في إطار قضية نعم هذا منظمة العمل الدولية تقول لك بأنه هذا لا يدخل في إطار ما يسمى بعمالة الأطفال الأسوأ. الآن الأسوأ بالنسبة إليها المعيار الذي يجعلها تميز بين عمالة الأطفال المقبول وعمالة الأطفال غير المقبول ما هو؟ المعيار هو أنه تهديد الطفل في صحته وحده في جسمه في عقله في فكره وكذلك في أخلاقه، بمعنى أنه إذا خلينا الطفل يدخل ويخدم ويعمل وهذا يؤثر سلبا على صحته، الطفل المسكين تاع 10 سنين 12 سنه يقوم بعمل كما رانا نشوفه في بعض الجهات في العالم ككل يروحوا يخدموا عمل كبير مضني وضعيف مسكين وحالته حاله، هذا هذا حرام من الناحيه الشرعيه وممنوع من الناحيه القانونيه. بعض الناس يمنع وليده باش يقرا وهنا تهديد لفكره كذلك، بعض الناس سمحي لي يوجه كنقول الطفل هنا نقصد الطفل او الطفله يوجهه الى التسول مثلا، يوجهه الى سمحي لي الى اغراض مشبوهه الى المحرمات نعم الى استعماله لاغراض غير شرعيه نعم، فهذه الامور كلها طبعا المخدرات الاتجار كذلك بالبشر يعني راح ندخل الى جرائم اخرى فهذا هو الفيصل بين عمل الاطفال المقبول وعمل الاطفال غير المقبول، ولذلك منظمه العمل الدوليه تقول بانه المجالات اللي الاطفال يخدموا فيها وتمنحها يقول لك تقول لك في المجال الزراعي والمجال الاقتصادي، تصوري الاخت سعاد انه تقول لك في المجال الزراعي تقول لك أسوأ انواع العماله، وانا كنت نتكلم مع دكتور نحييو دكتور عمرو قلت له السبب في ذلك ما هو؟ نعم قال لي لانه انت تصور انه الطفل كي راه يخدم في الزراعه في الفلاحه تبان لك حاجه طبيعيه بسيطه يقلع البطاطا، قال لي ولكن في الحقيقه يعرضون الصغير الى المبيدات، لان تسفلحها فيها مبيدات فيها كذا وقد يتعرض الى مضاعفات صحيه ومرضيه وما الى ذلك وما يقدرش يتحمل اكيد ولذلك نعم ولذلك الان يقولوا أسوأ انواع هذه العماله هي عمل الاطفال في الفلاحه في الزراعه تعرضهم للايذاء نعم تعرضهم لك احنا نتحدث دائما في النطاق اللي رانت لما نستغل الاولاد هذا استغلال المجحف على حساب الدراسه نتاعو طبعا احنا عادة ربما نخلي لك السؤال تاعك انه دائما يقارنوا هذا العمل في الجزائر هل هذه ظاهره موجوده نخلوها لك في السؤال لا تفضل استاذ نعم. تفضل الان في الجزائر الان عماله الاطفال في الجزائر هناك احصائيات بطبيعه الحال لكن هل حقيقه هي هناك نوع من المبالغه في هذه الاحصائيه كيف يعني يا كيف ذلك هناك الاحصائيات الرسميه تقول بلي ما وصلناش الى درجه الى درجه تخيف لانه الناس دائما يشوفوا الاولاد على الطرقات مثلا يبيعوا الخبز يبيعوا كذا هذه يجعلون منها مشكله كبيره نعم هي مشكله بطبيعه الحال لانه القانون صريح القانون يقول بانه الذي يستغل الصغير في عمل مضني ويؤدي بالصغير الى الخطر هنا يعاقب وقد تصل العقوبه الى 3 سنوات يعني جنحه بالمناسبه وقد تتضاعف العقوبه اذا كان هذا الذي يستغل الصغير من اصوله يعني اذا كان بابات ولا شيء من هذا القبيل احنا نقول الاستغلال ما معنى الاستغلال هنا الاستغلال معناته توقيف الصغير عن الدراسه وانت تعرف بانه في القانون الجزائري هناك ما يسمى بالزاميه التعليم يعني الى 16 سنه هذه الزاميه انه كان واحد من البابات يحبس وليده يقدر اي واحد نقول لك اي واحد بما فيه النيابه العامه تدخل وتتابع الولي تتابعه قضائيا في ذلك إجبارية لأنه هذا حقه وهذا حقه حق المجتمع ككل طبعا الدولة الكثير من الأولياء طبعا يتكثروا يقول لك أنا وليدي باش يعاوني باش يساعدني لأنه كاين مشكلة لا نعالجها فقط من زاوية قانونية تديك المقدمة تاعك جميلة أن نعالجها من زاوية سوسيولوجية قال احنا رانا حابين نحل المشكل لكن هل نحل المشكل فقط من الناحية القانونية؟ نقول بأنه القانون يشترك مع باقي الشروط الأخرى باش نحل المشكلة لأنه طبعا الدولة تمد مناح دارت المطاعم دارت من أجل أن تخفف من ظاهرة الفقر لأن العمالة متعلقة بالفقر بالحاجة هذا هو المقصود وش من الشيء اللي يخلي طفل مرات كي تروح انتيا في 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 في, في الطرق تلقى على الشارع مساكن هو العوز هو العوز هي الحاجه تلقى اولاد مساكن يبيعوا الخبز وكذا وحالتهم حاله نعم. والله يعني مظهر في الحقيقه مؤسف جدا نعم. ولكن هو واقع نعيشه
وبالتالي هنايا على هذيك احنا القانون اللي الجديد تاع حمايه الطفل تاع 2015 وين عندنا المفوضيه العامه الان الاستاذه القاضيه هي اللي راهي والان داروا رقم تعرفيه هذاك الرقم ياك 11 11 ساهل يعني بكري يقول لك 11 11 كيش ما عرفش 11 نعم وكانهم قصدوا يعني 11 انه يقدروا يتصلوا بهذه بالرقم هذا اذا لاحظوا بان ثمه طفل في خطر في خطر طفل في خطر انت تحطي لي طفله هذا كيخدم لك انت يا سمحي لي تعرفي شفتي كما يبوطوا ويديروا الزرع ومن نعم تحشي. نعم ما تصوري انت الزرع هكذاك ولا مظله لحتى حاجه وصغير وقعد وسخانه وكذا ونسب الحصاد في نعم هذا غير معقول في الحقيقه ولا تخلي انت في لوطوروت في بيع لك انت امور مش عارف انا من اجل ان ياتي نعم ولكن هذا يعرض للخطر هذا راح يموت على الاقل شيء راح يمر كاين خطر على صحته صحه على فكره صحه على جسمه صحه كذا وبالتالي من هذا القبيل الدوله تتدخل هنا من اجل حمايه الصغير لان حمايه الصغير لم تعد حمايه خاصه بالاسره ككل وانما اصبحت حمايه خاصه بالدوله حمايه المجتمع في حد ذاته ومش غير بالدوله الجزائريه نعم بهيئه الامم المتحده يعني احنا التقارير تاعنا اذا كانت ثابته راح نرفعوها الى الهيئات الدوليه من اجل ان تعطي لنا التقارير تاعها كذلك واتبعنا في ذلك ولهذا نقول بانه الان المشكله اصبحت مشكله يعني كيش نقولوا متراكبه يعني متراكبة. بين الاسره بين الدوله المجتمع الدوله ثم كذلك الهيئات الدوليه وبالتالي هل من تفعيل بالنسبه لقانون الجزائري ليخضع لهذا الاتفاقيه الدوليه في مجال حمايه الطفل وايضا حمايه حقوقها في التعليم في ازميه التعليم في ضروره حقها حتى في الامان سبحان الله نقول لك صراحة مرهون هذا الشيء بكل ما هو سلام نملك ترسانة قانونيه في الجزائر قويه كنت نتكلم مع الاستاذ تاع حمايه المستهلك نعم اللي كان معكم من قبل استاذ قادر الحيو قال لي كلمه قال لي انا درت لقاءات كثيره مع الدول العربيه قال لي ممكن هما فايتين في بعض الامور صح قال لي لكن اهم حاجه فايتينهم بها ما هي وصح قال لي هي النصوص القانونيه قال لي نملك ترسانه قانونيه متكامله في الجزائر الحمد لله هذا امر ايجابي لكن الاشكال هو في التطبيق التفعيل هو في التفعيل هو في التطبيق نعم وايضا الاشكال ايضا مرتبط كذلك باقتصاد البلاد بتنميه البلد بحاجات البلد لما تكثر لك ظاهره الفقر راح تكثر لك هذيك الظاهره صعب ان انت تتحكمي فيها ولذلك لابد من بذل جهود كبيره ان شاء الله مع الوقت مع الزمن من اجل ان نقوي اقتصادنا اذا قوينا الاقتصاد تاعنا معناتها الكل يعيش وبالتالي الظاهره راح تنقص راح يعني تتناقص شيئا فشيئا باش نربطوا ولكن ايضا بالمقابل الوعي مهم جدا كذلك ثم ان اذا كان سمحت فقط بروفيسور بالحديث في بدايه القول كنت ركزت على الايجابي والسلبي من هذه العماله صح. بالتحديد وكنت طرقت لنقطه مهمه ايضا انه هذا الطفل في بعض الاحيان يكون مساند للوالد يعني يعاونه في اوقات الفراغ صح. ليس اكثر لكن اول شيء هل القانون يجرم هذا الامور ثم هل يمكن القول انه هذا الطفل راح يقعد في نفس النمط يعني فقط وقت فراغه هذا ممكن يعني يجذب كل الجذب بعيد عن مجال الدراسه صحيح. ومجال كذلك التعلم ومجال كل ما هو حق هو اصلا هذاك العمل غير مقبول اصلا غير مقبول الحاجه هي اللي دفعته طفل وطفل سبحان نعم. الله الحاجه هي التي دفعته حاجه الاسره وكذلك العوز. ولكن القانون لا يجرم ذلك لانه الطفل هذاك الصغير الان ما كانش يجرمه عندما نكون انا نتكلم على الجانب الايجابي اما الجانب السلبي الاستغلال قلنا يجرمه باش ما يقولوش راكم متناقضين في كلامكم باش نميزوا بينهم هذا ما اردت احنا نتكلموا على الاستغلال الواضح هذاك الاطفال هذاك جريمه والنص لكن نتكلموا على واحد يروح يبعث وليده المرات تبعث وليده الخبز هذه القانون ما يمنحهاش ولكن الطفل لا يكون مسؤول لانه صغير تعرف انت السن تاع الطفل يوصل حتى 18 سنه الان 18 سنه راه طفل حتى يلحق 19 باش يخرج من دائرة الطفولة هذه القانون الآن القانون الجزائري مع القوانين العالمية الآن 18 سنة وبالتالي هذا اللي راه يبيع ويشري هذا لا يسأل تصوري لو مثلا شخص باع بيض ولا باع خبز ولا كذا وقع تسمم الآن الطفل لا يتابع لا يتابع قانونيا لا يتابع لا مسؤولية عليه لأنه ما عندوش مسؤولية مدنيا إذا أثبتنا قد يتابع الشخص المتسبب ذلك نعم لكن الصغير لا يمكن ان يتابع وحتى في العقد تاعو غير مقبول يعني واحد يقول لي ما طاليش لانه هو اصلا غير مخول لان يقوم بعقد ولا ببيع من هذا القبيل نعم ولذا نقول بانه الان
احنا نتكلم فقط في زاوية واحدة، وهي أنه هذه العملة إذا كانت من باب مساعدة الأسرة، من باب التأهيل كذا، نكون واقعيين كذلك مع أنفسنا ولا تؤثر. احنا قلنا المعيار هو عدم إيصال الطفل إلى درجة الخطر، طفل خطر كما يقول القانون. نعم. والخطر الخطر في جسمه إذا نعم إيه. أنت قلتي يخرج برا، صح أنا معك يخرج برا يبيع، ومن بعد ربما يتعلم المخدرات، وهذا ما أردت أن أصل إليه. نعم بارك الله فيك، قد يتعلم أشياء ماشي مليحة بعد ذلك، لأن الشارع لا يرحم. كيفاش إحنا أولادنا كي نبحثوهم يقعدوا نخافوا عليهم بين قوسين؟ والله يعني صراحة صحيح. ولا والله لا صح. تصوري نبحثوا، ولكن أنا يا نقول هذا الكلام بالصح، ما نخزرش نفسي أنا ولا نخزر الواحد غني، ولا نشوف المجتمع ككل. كاين ناس الله غالب يا أستاذة ما عندهمش، كاين اللي يحوس على الحليب، كاين اللي يحوس على الخبز باش يعيش وباش يشري. يقول لك أنا نشري باش نشري حوايج باش ندخل بهم ليكل. واش تقول له هذا الإنسان؟ نقول بأنه أنا قلت لك بأنه هذا الأمر راح نتغلبوا عليه إذا وقعت توزيع عادل صراحة لثروة الأمة. هذا أمر مهم نقوله بكل صراحة. صح. نعم. ونقوي الاقتصاد نتاعنا، لازم الاقتصاد ما يكونش اقتصاد تاع فئة معينة، يكون اقتصاد وطني الكل يعيش بعدالة وبإنصاف. هذا الذي ينبغي أن نصل إليه. هنا راح ندخلوا الجانب الاجتماعي بعد ذلك. لما إذا ما وصلناش كاين جمعيات خيرية وكاين مساعدة وكاين كذا باش الأولاد تاعنا. علاش أنا وليدي هذا عوض أني يروح ندخله الآن يروح يقرأ القرآن الكريم، ولا ندخله الآن باش يقرأ لي نوع اللغات، ولا يروح يقوي روحه باش يوجد روحه العام الجاي، نروح نخليه مسكين يروح يخدم تحت الشمس ويتعب وكذا. نعم. وهذاك ماهوش عمل طبيعي، عمل خطرات غير طبيعي صراحة. يعني تشوفي بعض الأولاد وجوك حل مشيان حلت حالة الأمراض شيء من هذا القبيل، يعني راح نعرضه إلى مشاكل كثيرة بلا ما نتكلموا على الأذى اللفظي في العمل، السب الشتم، قد يتعرض إلى الضرب قد لأنه رانا في عمل. نعم. وما نتكلموش على أولئك الذين ثم إذا كان سمحت فقط بروفيسور، ماذا ننتظر من طفل تعرض لكل هذا النوع من الإذاءة أن يكون مستقبلا؟ هل ننتظر منه أنه يكون كل معايير لومبروزو قد تظهر فيها؟ صح، فعلا صح فعلا بروفيسور. كثير منهم انتقموا مع الوقت لما يحس روحه باللي انضرب في الصغر تاعه ونحقر، راح يعوض هذاك الامر الداخلي لانه راح يرسخ في العقل الباطن تاعو ويعود يعوضه ويولي منتقم على المجتمع. يقول لك اكيد معايير الاجرام، انا ما لقيتش الخير في دار الناس، كانت تحوس انا ما نحوش، الناس تروح للبحر وانا قاعد في التعب، الناس هذا هو. ولذلك احنا اولادنا كلهم اولادنا اكبادنا. واحد الجمعيه تعجبني اخي وكثير من الجمعيات انه يفكروا في اليتامى وبعض الناس الفقراء في الجانو في كذا، ويدوهم يكروا لهم مثلا فيلا في طرف البحر ويخلوهم يروح باش، لانه لابد من مساعده الجميع من اجل ان يعيش الجزائري هكذا. الجزائري ايا كانت رتبته الاجتماعيه ما عندوش ولا عنده، لازم يحس روحه بانه راه في بلاده وانه الكل ينظر اليه. ولذلك انا قلت لك بانه مشكله عماله الاطفال لا تعالج فقط من زاويه قانونيه، لانه الزاويه القانونيه هي واضحه المعالم، ولكن نبحث عن اسبابها ثم بعد ذلك نبحث عن العلاجات. وانا اعتقد انه العلاج يكون في هذا الجزئيه. نعم. لكن من شق ثاني بروفيسور ربما تشاطرني الراي، كثير من النخب هكذا والمثقفين اللي كانوا مروا خلال يعني صباهم وصغرهم بهذه المرحله في فترات الصغر تعلم روح المسؤوليه. هذا اللي قلناه على العمل خاصه الاولاد، اتحدث على الاولاد البنات لا. شوفي انا الوالد تاعي والله ربي يحفظه راه كبير في السن، غير كان عنده الخير نقولها لك في التلفازه خير ربي يرحمه ان شاء الله، وكان راه في الحياه ولكن يرحمه رحمه واسعه ان شاء الله. راه كبير مسكين ربي يحفظه ان شاء الله. ربي ان شاء الله. شوفي كان لاباس بي، كان تاجر الحمد لله رب العالمين، كنت كي نحب نخدم ما يحبش في الصيف، لكن انا كنت نروح صراحه خوفيات لانه احنا كنا في منطقه متجهه هكذاك في الصيف. تضحك سعاد، في الصيف كاين البرتقال كاين البرقوقه كاين كذا، نروحوا نخدموا شويه هكذاك كاع الجيل تاعنا كله هكذا. نعم. نخدموا شويه ونفرحوا كي يجيو يعطونا هذاك الخمس فراكات هذاك. نعم. وفرحانين بهم كذا. فشعرنا مع الوقت مع الزمن انه النبي عليه الصلاه والسلام قال اخشوا شينو. أه. انه الانسان عاش. خدمت انا كلش وقت سعاد، ما شاء الله تاع ستيلو برك هذا ما شاء الله. انا ادون ذكريات نعم خدمنا وجيلي كاع خدم. أه. الجيل هذا تاع الستينات تاع السبعينات هذا خدم، يعني خدمت هكذا خدمت. نعم. نقول لك حاجه، نديروا لانجري، تعرفي لانجري؟ نديروا الاجر تاع الاسمي تاع البرتقال. وحنا قلنا بانه هذه تؤثر بالمناسبه الان، كنا ما كناش نعرفوا، لكن نقول لك قطعنا نحينا المشيمشه نحينا كذا، يعني قطع الفواكه فزادت فيك مسؤوليه.
فهذه الأمور نعم بالإضافة إلى مساعدة الوالد في التجارة تاعه كذلك نعم عملت معها سنوات في التجارة كذلك تجارة الأقمشة بالمناسبة نعم ما شاء الله. فاشتغلنا ولكن ما كانش يستعملوني استغلال هذاك الاستغلال المجحف هذاك اللي راني نتكلم عليه. اعطاك حقك من زاويه نعم هذا هو نعم والأمان. نعم بطبيعه الحمد لله رب العالمين ولذلك احنا تعلمنا احنا قلنا هذا الباب امر طبيعي. الناس انا كنت في دمشق لما كنت نحضر في الدكتوراه تاعي ندخل عند الحلاق نلقى واحد صغير ابرونتيس نقول له هذا صغير يقول لي احنا في سوريا الطفل راه يقرا بصح في العطل نبحثوا دائما وين باش يتعلم حرفه زائده مهنه زائده بعد الدوام يسموها بعد الدوام حرفه زائده دون ان ترهقه وراه الاشكال في ذلك يتعلم باش لانه راح يولي راجل وراح تولي امراه ثانيه كذلك تعلم خياطه تعلم طيب تعلم حاجه ماش عارف تعلم حاجه اللي غدوا شرط تلقاها احنا الجزائريين تعودنا انه تكون عندك حرفه واحده وهذا خطا خلي زوج ثلاثه وراه الاشكال في ذلك الحمد لله المراكز التكوين راهي موجوده انا قبل ايام شفت واحد المركز تاع التكوين يعلموا ما يسمى بالبائع الصيدلي فوندور اللي بيع بصح نعم. يعلموا يدير لهم دعم تاع مكثف تاع شهر ويعطي لهم شهاده دوليه ويروح يدخل للصيادله ويتعلم يدير تربص مقبول بمعنى انه هناك وسائل لانه احنا وسائل منطقيه ولا تؤثر على الانسان ومحترمه كذلك نعم ولهذا الانسان في هذا الجانب لكن الجانب الاخر اللي رانا نذموا فيه هو استغلال الأولاد واستغلالهم وبعد ذلك إضعافهم وذلك إيصالهم إلى الخطر في صحتهم في دراستهم هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا نعم نعم بطبيعة ولا قانونا ولا قانونا نعم. بطبيعة الحال حتى المولى عز وجل يحب هذا بطبيعة الحال فحماية هذا الطفل قبل كل شيء طبعا لأنه الأولاد شوفي أولادنا أكبادنا ابن باديس زمان وش قال قال يا نشأ أنت رجاؤنا يعني شوفي أنت رجاؤنا يعني أنت أملنا أنت منانا وبك الصباح يعني الحرية قد اقترب الآن إذا احنا ما وجدناش وليداتنا هذا لغد أفضل كيفاش هذا ماذا أنتظر من المجتمع الكثير الآن كاين دراسات استراتيجية بالمناسبة هناك من يقول أنه من أسباب في الجزائر نقص العمالة في الأولاد نعم. أنه اللي عندهم 21-26 سنة ولو يبحثوا على عمل أكثر تعرفي اللاش تاعهم بالتالي ولو ما يمدوش فرصة لهذوك الصغار باش يلقاو العمل لأنه احنا عندنا ما تنساش في الجزائر عندنا نسبة الشباب نسبة كبيرة تقريبا أكثر من 70% 75 شباب شباب المجتمع نعم وبالتالي الدولة تقريبا نقولوا من الدول القليلة اللي عندها نسبة عنصر الشباب بشكل كبير ولهذا لابد أن يهيئ هذا العنصر من أجل أن يكون رجل حقيقي في المستقبل نعاونوه نساعدوه نهيئوه بطريقة جيدة ولكن ونربوه بتربية سليمة وصحيحة بعض الأحيان احنا ما نتعاملش مع أولادنا معاملة حسنة البارحة كنت نتكلم مع واحد يتكلم مع وليده الحق واحد المراهقة ويحب يربيه بطريقته قلت له أنا أنصحك بأن تدخله إلى الرياضة وليدك عنده طاقة زائدة تعرفي العمل هذاك مهم يلحق طفل عنده 15 14 يحس روحو راجل صح ولا شاف روحو طوال وش يدير هذا الانسان تقول له غير القرايه برك وتدخلوا منه وكذا ما تعلموا خليه يخدم حاجات اللي تساعده بصح دون ان ترهقه دون ان تستغله وانما فقط من اجل ان تهيئه من اجل ان يكون رجلا هذه هي فيقوم بعمل برياضات الرياضه بدنيه يدخل الى رياضه الطاقه تاعو تخرج في ذلك وقلت له زيد دخلوا الى مهنة حرفة يعني يتعلمها في الصيف ويحضر روحه للدخول المدرسي باش ينقص لك من المشاكل هذا الطفل دار له شويه مشاكل هو يقول هكذا نعم. نعم بالتالي راك تشوفي بانه هذه امور متداخله فيما بينها نعم نعم طيب بروفيسور وصلنا الى مسك الختام في هذه الصبيحه معلش. اكيد عندكم كلمه لكل شبابنا بهذه المناسبه ولكل اطفالنا صح. ولكل الاباء صح. كنت تحدثوا برساله قبل قليل ولكن فعلا. احب ان اضيف على كل بالنسبه لكل المجتمع فكلنا في حمايه الطفل حتى وان كان مش ابني يعني صح. انا نقول لك صراحه نقول لك بانه رساله للاولياء هو احنا العماله تاع الاولاد انا في تقديري الشخصي ومن خلال ما قرات ماهيش بتلك الضخامه موجوده ليس بتلك الضخامه التي تخيفنا لكن مع ذلك لابد من ان نتفطن حتى تكون بطريقه سليمه وصحيحه نقول اولادنا يعني الجيل تاع درك الجيل تاعنا يعني والجيل اللي قبلي هذا واللي راهم صغير هذا
راهم يفشوا ولادهم خطرات اكثر. يعني احنا عندنا تناقض، عندنا كيفاش نقولوا طرفين نقيض. يتلقى واحد يفش وليده الى درجه يشري له كل شيء ويسيله كل شيء، ما يعرفش حتى يرفد الكاس، ولا تلقى حارمه من كل شيء، ولا تلقى حرمه من كل شيء. وهذه طرفين نقيض، وهذا خطأ. وخير الامور اوسطها، علمه وخليه مره يتعلم يشوف يعاونك شويه. كما يقول لي واحد الاستاذ عجبني، قال لي استاذ متقاعد نحيوه، قال لي كنت نسقم في الباص تاع الاخر، قال لي من بعد قلت له وليدي ولدو راه جامعي درك، قال لي قلت له دير هكذا، قال لي انا قلت شحال نبقى له تعلم انت ثاني. فنعلم هذا، نعلم ولادنا نعلموا يعتمدوا على رواحهم، يخدموا يقفزوا، نبسم غير خشوشينو مشيو له رجال في المستقبل. هذا ما كان نحسهم المسؤوليه. بعض الناس يفشوا ولادهم، يعطولهم السيارات، يعطولهم الاموال، حتى فزوا كاع فاسودة يروحوا حتى المحرمات وكل ما هو. وبالمقابل بعض الناس يحرمهم من كل شيء، من الابتسامة، من التعناق، فأكيد يخرج نفسيا تعبان. نعم يخرج تعبان، يقول لك أنا ما شفتش ما حوزش، أنا راني ميت، هذه أذى لا تليق ولا ينبغي وأن تكون. ونحيوا بعض الأولياء والله غير فقراء بصح والله وليده غير يقول له أقرأ برك والله أنا نحيها من لحمي ونعطيها لك. نحيوا هؤلاء الأولياء اللي يفكروا في ولادهم يقولوا أنا أقرأ ليك باش انت تنجح ان شاء الله. والله عشناها هذه، ويحرم نفسه فقط من اجل من أجله ان نعم ينجح. وحنا كثير من نقولوا كثير من الناجحين في الحياه، تحيه خالصه لكل ابائنا، لكل امهاتنا، في الام وفي الاب صراحه. نعم صحيح، نجح. النجاح هو الاب، نجاح الاب. انا نقول هذا الطفل ينجح هو الاب والام. نعم. نجاح الاب لما يكونوا ونجاح لما يكونوا متفقين ويخدموا بذكاء كلاهما. نعم نعم. شكرا لك بروفيسور سيمان والخصائص، كل مره نتعلموا منك ونستفادوا فعلا. جزاك الله كل خير، تحيه خالصه للعائله الكريمه، تحيه لكل الاوفياء داخل وخارج الوطن، لكل من تابعنا في هذا الصبيحه، تحيه كل زملائي بي قياده الزميله ناديه شراير في الاخراج، وايضا دليله شكرا جزيلا مولاي على كل شيء تفضلتي بيها، حسينه اقول مسيره البلاتو، امين يدو، صالح المتربصين معنا، سعاد كلتوم، أمين شكرا لك أمين، الزميل ميلودي، كل من خدمكم تحية خالصة لكم جميعا، شكرا لوفائكم. غدا بإذن الله يلقاكم زملائي، دمتم في رعاية الله وحفظها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.